بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة داخل مجمع سكني في منطقة الشباب. احنا الآن في الدور الخامس، طبعا كل دور فيها شقتين. شقة رقم 10 هي عبارة عن 4 غرف وصالة، مساحتها 215 متر مربع. راح نشوف هذا المدخل، الأرضيات سيراميك، عندنا الدواليب جاهزة، أيضا عندنا الليد. هذا الحمام الأول أكرمكم الله. على المدخل هذه البوابة الرئيسية للشقة. طبعا على يميننا مباشرة عندنا المطبخ، الأرضيات أيضا سيراميك، المطبخ جاهز خالص، تشطيب سوبر ديلوكس، السقف عندنا الليد سبوت لايت. طبعا أدوات المطبخ أيضا الأجهزة الكهربائية موجودة. عندنا الميكروويف، أيضا غسالة المواعين، عندنا الثلاجة. ومنها نخرج للبلكونة الأمامية، طبعا عندنا المحل للشوي، مغسلة، بوابة الطوارئ، مخرج طوارئ. هذه البلكونة كبيرة وشرحة، إطلالة كاملة على المدينة والبحر. هذه الإطلالة الأمامية. إطلالة كاملة على البحر. طبعا الشقة داخل مجمع، فيها مسبح مغلق، نادي رياضي مغلق، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، السيراميك، الممر. طبعا الشقة فيها 3 مكيفات. هذه الغرفة الأولى، هي عبارة عن 4 غرف، أيضا لها مخرج للبلكونة. عندنا هنا الصالة، طبعا عندنا مكيف في الصالة موجودة. هنا الصالون لها مخرج للبلكونة. هذه الإطلالة أيضا إطلالة مباشرة على البحر. فيها مكيف. شوف باقي الغرف. هنا الممر، طبعا هذا المكيف الثاني في الممر. وعندنا هنا البانيو الرئيسي أكرمكم الله. هذا المرواش، أيضا عندنا الأفرنجي خلف الباب. هذه الغرفة الثانية، مساحة كبيرة وشرحة. هنا عندنا الغرفة الثالثة، طبعا لها بلكونة. نشوف المجمع من الداخل. هذه مواقف السيارات، ألعاب الأطفال، غرفة اجتماعات. عندنا مواقف السيارات هنا أيضا. هذه غرفة النوم الرئيسية. طبعا فيها دورة مياه خاصة داخل الغرفة. أيضا عندنا الدريسينج روم، غرفة تغيير ملابس، يوجد فيها مكيفين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.